بسم الله الرحمن الرحيم برحب بحضراتكم مشاهدينا واهلا بكم وحلقه جديده من مصر جميلة يا رب يوم سعيد علينا وعلى حضراتكم يوم الجمعه المباركه يعني زي ما بنقول دايما ان احنا المفروض كده نقول لبعض كل يوم جمعه كل سنه وانتم طيبين عيد المسلمين بالتاكيد وبالتاكيد ان شاء الله اللي بيتمنى حاجه بإذن الله تتحقق له في هذا اليوم الطيب المبارك. النهاردة عندنا ايه؟ عندنا مجموعة من الأخبار هبدأها مع حضراتكم حالا زائد طبعا فقرتين حواريتين هنتكلم فيهم عن الشأن الداخلي الخبر الأول معنا بيتكلم عن ملف رعاية الأشخاص ذوي الهمم على رأس اجتماع اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية ده أول خبر معنا بيتكلم أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ترأس اجتماع للجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية في حضور العديد من السادة الوزراء حيث أكد على اهتمام الحكومة بملف رعاية الأشخاص ذوي الهمم بهدف حماية حقوق هذه الفئات في الدمج والتمكين وتلبية مختلف متطلباتهم وزارة الصحة والسكان أكدت أنها قامت بتسجيل 692 ألف مواطن عبر منظومة السجل القومي للإعارة عقب بوزارة الصحة والسكان وتم التواصل وتحديد موعد مع نحو 502 ألف مواطن منهم حيث تم إجراء الكشف على 103 ألف وتحويلهم لوزارة التضامن بينما لم يقم نحو 121 ألف شخص بالحضور في موعد الكشف وينتظر البقية استكمال الإجراءات فضل حضراتكم يعني اصدقائنا واخواتنا من ذوي الهمم يلبوا النداء في لوزاره الصحه ويقوموا بالكشف الطبي لتحديد نوع الاعاقه وتحديد المطلوب منها والدوله عامله برنامج للحمايه لهذه الفئه من ذوي الهمم عشان تقدر تاخد حقوقك وكمان تقدر كمان اذا كان هناك سبيل للعلاج لهذه الاعاقات ان شاء الله ده هيكون موجود من خلال البرنامج الحمايه الجديد اللي طبعا أقيم من أجله اجتماع برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أما دور وزارة التضامن الاجتماعي بيبدأ بعد مهمة وزارة الصحة والسكان من أجل التقييم الوظيفي لحالة الشخص لتحديد مدى الصعوبات التي يواجهها في تأدية أنشطة الحياة اليومية نتيجة القصور أو الخلل المحدد بالتقييم الطبي وزي ما قلت لحضراتكم تحديد نوع الإعاقة بالضبط هيقابله علاج طبي فورا من قبل وزارة الصحة الخبر الثاني وزير الشباب والرياضة يلتقي شيخ الأزهر لبحث تعزيز التعاون المشترك الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة التقى بفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف حيث أكد شيخ الأزهر على أهمية دور وزارة الشباب والرياضة في توعية الشباب ومشاركاتهم المجتمعية وغرز قيم الانتماء لديهم. دكتور أشرف صبحي أيضاً كشف عن برامج وأنشطة الوزارة المختلفة التي تساهم في توعية الشباب وتنمية النشء بالإضافة إلى البرامج المختلفة التي تنفذها الوزارة ويشارك فيها أعداد كبيرة من الشباب والنشأ. جزء مهم جدا وزي ما بنقول انه برامج الجديده كلها موجوده على صفحه الشباب والرياضه والشباب اللي هو النهارده يمكن لسه بيمارس اجازته وحياته اللي قبل الدراسه ممكن يستفيد من هذه البرامج وان هو يشترك فيها بمنتهى السهوله وطول الوقت احنا كده حتى هنا في برنامج مصر جميله بنستضيف الحقيقه المسؤولين من وزاره الشباب والرياضه وبنتكلم على البرامج اللي بتقدمها هذه الوزارة وكلها مفيدة جدا لمشاركة الشباب رئيس هيئة قناة السويس يبحث سبل التعاون المشترك مع وزير الطاقة والمناخ الدنماركي ده آخر خبر معانا بيتكلم أن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس التقى بالسيد دان يور وزير الطاقة والمناخ الدنماركي لبحث سبل التعاون المشترك ومناقشة آليات تعزيز التوجه نحو التحول الأخضر في المجال البحري الفريق ربيع أيضا شدد على أن قناة السويس تولي اهتماما كبيرا بمراعاة البعد البيئي في كافة مشروعاتها وخططها المستقبلية بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية واستضافة مصر لقمة المناخ كوب 27 أو مؤتمر المناخ ال 27 اللي هيقام باذن الله في شرم الشيخ في نوفمبر القادم مشيرا الى في هذا الصدد الى اعتزام الهيئه منح حوافز وتخفيضات للسفن الصديقه للبيئه لتشجيع الخطوط الملحيه في بناء السفن التي تعمل بوقود نظيف وتقليل الانبعاثات الكربونيه. على فكره يا جماعه ده الاتجاه السائد على المستوى الدولي والعالمي. هو استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة، وده هيكون محور مهم جدا من محاور النقاش داخل مؤتمر كوب 27 اللي بنجهز له في بلدنا العزيزة مصر وهيحضره كل رؤساء العالم بالمنظمات المعنية بهذا الأمر، هيكون مؤتمر على مستوى دولي كبير جدا، فبالتالي هيطلع من هذا المؤتمر مجموعة من القرارات مجموعة من الحقيقه اوراق البحث اللي هتبقى غايه في الاهميه في تاثير المناخ، النهارده درجات الحراره عاليه جدا في مناطق ما كانش فيها درجات حراره زي الاتحاد الاوروبي اللي حضراتكم متابع الاخبار، نتكلم كمان على مجموعه من السيول اللي كانت بتحصل في مج... في يعني بنتكلم على صحراء الربع الخالي النهارده مجموعه من السيول موجوده تصل الى حد الانهار فبالتالي الإنسان ودور الإنسان في البيئة أثر كتير جدا على المناخ للأسف بالسلب عودة مرة تانية لتصحيح هذه المفاهيم طيب كده تكون خلصت أخبارنا النهارده من مصر جميله سريعا عندنا إيه؟ هنروح مع حضراتكم لبرنامج المنح التعليميه الجامعيه المقدم من الوكاله الأمريكيه للتنميه الدوليه وهيكون ضيفتي في هذه الفقره دكتوره آمال موافي مدير مشروع برنامج المنح الجامعيه المقدم من الوكاله الأمريكيه للتنميه الدوليه. هنتكلم على هذه المنح المشروعات مين الطلاب اللي بيستفيدوا بهذه المنح؟ ايه اللي بيحصل في او نوع الدراسه وشكلها؟ طب ايه الاستفاده منها؟ ده كله هيكون محور حوارنا النهارده وبيشرفنا احد الطلاب المستفيدين بهذه المنح هيكونوا معانا نماذج الحقيقه مشرفه استفادت وما زالت بتدرس في هذه المنح اللي بتعطى الحقيقه لهؤلاء الطلاب وبنستفيد منهم وبتستفيد منهم بلدنا الحبيبه مصر. ده يمكن موضوع من موضوعاتنا تحياتي لحضراتكم وبنتابع فقرات مصر الجميله على الهواء مباشره. التقرير اللي اتقدم لحضراتكم منذ لحظات بيتكلم على التطور في التعليم ودخول اشكال جديده وقوالب جديده للتعليم في مصر عشان نستفيد منها. فكرة انه انا هخش الجامعة وبعدين هتخرج وبعدين انا اسمي اخدت شهادة وسوق العمل لا يتطلب هذه الشهادة او الارقام اللي بيخرج منها طلابنا بتفرق كتير مع دول مختلفة، لازم النظرة دي بقت مختلفة النهاردة ونشوف شكل تاني بيستحقه سوق العمل عشان نقدر نكمل التنمية بتاعتنا ده بالتالي كان الركن الأساسي أو حجر الزاوية الأساسي في تغيير منظومة التعليم في مصر أنت النهاردة بتدور لابنك على شهادة عالية طيب بعد ما يخلص هيخرج يشتغل ايه تفرق كتير قوي زائد دخول أنظمة تعليمية جديدة في مصر خاصة بالمنح المقدمة بعد دول الصديقة وبالتالي تفرق كتير قوي لأنه المناهج نفسها بتختلف عن المناهج اللي بيدرسوها لاولادنا سواء في الجامعات او في المدارس تعالوا نتعرف عن قرب عن هذه المناهج وبشكل اكبر خلوني ارحب بضيفتي وضيفت حضراتكم برحب بالدكتوره امال موافي مدير مشروع برنامج المنح الجامعيه المقدم من من الوكاله الامريكيه للتنميه الدوليه اهلا يا فندم صباح الخير على حضرتك صباح الخير على حضرتك وعلى جميع الساده أهلاً المشاهدين وسهلا وبرحب بالطالبه ريهام هارون احد المستفيدين من هذا البرنامج اهلا بك يا أهلا وبرحب ايضا بالطالب احمد فريد اهلا بك يا احمد منورنا اهلا بحضرتك بحضر. منورينا وصباح الخير عليكم هنبدا دكتور امال مع حضرتك تكلمينا عن هذه المنح المقدمه وكيفيه الشروط الالتحاق بها، اتفضلي يا هو برنامج المنح الجامعيه المقدم من الوكاله الامريكيه للتنميه الدوليه بتقوم الجامعه الامريكيه بالقاهره على ادارته، هو برنامج مدته عشر سنوات بدا في مارس 2020 وهينتهي في مارس 2030 الفكره كلها ان احنا عايزين نوصل ل 727 طالب على مستوى الجمهوريه ان هم يلتحقوا في برامج تعليم مميزه. ألف 727 ألف طالب. لا 727 س... ك... بس. طالب بس. بس. آه. 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 اه اه. الفكره كلها ان الطلاب دول بيبقوا على مستوى الجمهوريه كلها من جميع محافظات مصر من ال 27 آه محافظه بالتساوي ما بين الاناث والذكور عندنا من 10 ل 15% بيكونوا من ذوي آه الاعاقه وكمان احنا بنستهدف ان احنا نخدم رؤية مصر 2030 فبنركز م. على القطاعات الأكثر أهمية للدولة المصرية مثل قطاع الطاقة والمياه والزراعة وطبعا جائحة كورونا التمريد. يعني التمريض بقى من القطاعات المهمة جدا م. وفيها الحقيقة ندرة من العمالة صحيح. على مستوى العالم كله مش بس على مستوى م. مصر فدي القطاعات الأساسية اللي إحنا بنركز عليها يمكن أكثر من 50% من الطلبة بتوعنا بيلتحقوا في القطاعات دي الطلبة بتوعنا مقسمين على خمس دفعات كل دفعه م. 140 طالب تقريبا وعلى مدار حياه المشروع زي ما كنت بقول حاجة عندنا معلش عايز افهم الحته دي دكتور ايوه ال طالب وكذا دول آه. دول خلاص انتوا اخترتوه بنختار كل سنه 140 طالب كل سنه 140 آه طالب احنا دلوقتي بصدد آه. الدفعه الثالثه كويس يعني ريهام واحمد من الدفعات السابقه احنا كويس. دلوقتي بصدد الدفعه الثالثه اه ومده دراستهم قد ايه المده بتبقى لفتره فتره الدراسه الجامعيه كلها احنا بنشترك مع حوالي 8 جامعات اخرى الجامعات الاخرى جامعات خاصه وجامعات حكوميه كويس. الجامعات دي بتقدم برامج بساعات معتمده بتقدم باللغه الانجليزيه ذات المصروفات م. فاحنا ما بنستهدف الطلاب الحقيقه بنستهدف طلاب ما بيكونش عندهم القدره ان هم يلتحقوا بالبرامج دي من غير المنح احنا بنتعامل مع جامعات زي القاهره وعين شمس واسكندريه والمنصوره واسيوط والعالمين الدوليه وجامعه زويل لا. وجامعه بدر فالجامعات دي ما بتغطيش محافظات الجمهوريه الطلبه بيبقوا من محافظات الجمهوريه فبنقدم سكن جامعي داخل طبعًا. الجامعات بيبقى فيه مصروف شهري للطلبه بيبقى فيه لابتوب وبيبقى فيه كمان فضلا عن ذلك م. بيبقى فيه تامين صحي م. بس طبعا لما بنيجي نختار الطلبه بيكون مهم قوي ان الطالب ده يكون نابغ ونابه طبعا م. يعني جايب مجموع معين فوق في الثانوية العامة م. يكون عنده ميول قيادية لأن احنا عايزين نعمل قادة للمستقبل ودعاة للتغيير للوطن كله م. فبيبقى فيه سمات شخصية مهمة بيكون طبعا في مدرسة حكومة ستام أو مدرسة م. تجريبي خلال الأرب الثلاث سنين السنة ليه, ليه حكومة وليه تجريبي يعني حضرتك ما ذكرتيش الخاص خالص آه لأن زي ما كنت بقول لحضرتك في الأول احنا بنستهدف الفئات الأولى بالرعاية علشان يكون في يعني الاحتياج عاده الناس بتكون في مدارس الخاصه ما بيبقاش في الاحتياج زي ما بيكون في حد في مدرسه حكومه او تجريبي او مم. استام على سبيل المثال جميل عايز اروح لاحمد ومنورنا مره تانية يا احمد وتكلمني عن المنحه وانت سمعت عنها ازاي و... وايه اللي خلاك تدخلها طيب في البدايه حابب اقول ان المنحه طبعا هي فرصه عظيمه لكل واحد عنده هدف وعنده مجموعه من المعيقات الماديه والصحيه والظروف بشكل عام فهي فرصه عظيمه جدا يعني. اما بالنسبه لمعرفتي عن المنحه فهو احنا يعني شبكه من الطلاب كده اللي يعني طلاب ممتازين جدا الحقيقه اللي بيحاولوا ان هم يساعدوا زمايلهم اللي م. اصغر منهم او اللي هم لسه داخلين حاجة ده يرشدوهم وانا كانت طلاب من زمايلي من الجامعه الامريكيه ومن جامعات تانية كانوا بيبداوا يعرفونا بالمنح وبفرصنا فيها واحنا بنبتدي بقى نقيم على السياقات في السياقات دي يعني وبنحدد ما اذا كنا هنقدم احنا مناسبين ولا لا ونشوف فايز. الفرص المناسبه كويس الدكتوره امال يعني تفضلت وتكلمت عن الاقسام انت اخترت قسم ايه يعني انا عندي هنا اقسام المياه والزراعه والتمريض والطاقه بالاضافه لده هو في اقسام علوم الحاسب الالي وعلوم البيانات طبعا واداره الاعمال والاقتصاد والصحافه. آه لكن انا كنت في البدايه آه كان انتندد للكمبيوتر ساينس علوم الحاسب الالي جدا. طبعا. لكن لما دخلت الجامعه ولما بدات اختلط واشوف المجالات العمليه وفي الجامعه الامريكيه خصيصا يعني بدات ان انا انبهر اكتر بمجال اداره الاعمال والاقتصاد مم. مم. وماشي على قدم الوثاق يعني في مم. طريق اداره الاعمال وده هو يعني اللي انا هستقر عليه في الاخر ان شاء الله عظيم الحقيقه انا سعيد بوجودك معايا احمد ونموذج مشرف الحقيقه يعني ريهام كلميني برضو عن دخولك وانت تخصصتي في اي قسم انا تخصصت في قسم الزراعه زراعه قسم فود التكنولوجي. تكنولوجي مم. طبعا المنحة يعني بتستهدف 28 محافظة فده اداني فرصة اكتر ان انا اتعرف على ناس من ثقافات مختلفة وعندهم اكسبيرينس مختلفة وده زود كمان على الاكسبيرينس بتاعتي بنتقابل كلنا في الكورس يعني يعني ميزة الكورس اكتر حاجة اننا بنتجمع من محافظات مختلفة ومن ميجرز مختلفة مم. في كلاس واحد مم. فطبعا بنتبادل الثقافة طب. طبعا و... و... فكره الحوار المتبادل كمان ما بين الشباب دوت واعتقد انه التاسكس اللي بتتقدم طول الوقت هي بتعمل تنميه للمهارات الكبيره يعني آم آم شكل المناهج يا دكتور انا قلت في المقدمه ما اعرفش اذا كنت صح ولا في تعديل في اللي انا قلته مختلفه عن المناهج العاديه اللي بيدرسوها ابنائنا في الجامعات الكلام ده صح كلام حضرتك مظبوط 100% لان احنا زي ما كنت قلت انا كمان ان احنا بنستهدف البرامج الخاصه ذات المصروفات بالساعات المعتمدة في الجامعات الشريكه ولكن فضلا عن الدراسه الاكاديميه احنا عندنا برنامج غير اكاديمي كبير جدا في مجموعه من التدخلات يعني اول حاجه بندي لكل الاولاد لغه انجليزيه لان اللغه الانجليزيه مهمه للدراسه اه مهمه لسوق العمل مفتاح للحياه فكل الاولاد بيدرسوا اللغه الانجليزيه بندي كمان للولاد أه مهارات قياده بنديهم كورسات زي ما كانت ريهام بتقول ريهام من اينه واحمد من طنطا طمت. فزي ما كانوا بيقولوا بنديهم كورسات للقياده مثلا ودي بيبقى فيها كل الولاد من كل الجامعات بيحضروها مع بعض بندي كورسات كمان في مجال رياده الاعمال لان رياده الاعمال مهم قوي ان انا انمي فكر رياده الاعمال لدى الشاب او الشابه مش شرط ان هو يطلع يبقى مم. صاحب عمل ولكن مم. ممكن يبقى فكره ريادي حتى لو هو بيشتغل مم. لدى الغير لانه يعني هيفكر بنفس الكونسيبت ده بالظبط بالظبط كده وبندي كمان مهارات آه وبندي كمان مهارات كتير على الارشاد والتوجيه المهني ازاي يقدم لوظيفه ازاي يلتحق بسوق العمل ازاي يقعد في انترفيو ازاي يدور على الوظيفه بشكل صح وطبعا مهم قوي ان يبقى في تدريب على راس العمل يمكن رهام السنه دي بتشارك في تدريب في احدى المصانع فده مهم جدا ان الواحد يخش بتتدرب في المصانع دي اه, هاي. آه. إن يعني الشق العملي موجود حقيقي اه yes. oh. 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 موجود فعلا وكمان بنهتم ان الولاد يبقى عندهم كمان مش كل الولاد مجموعه منهم 65% بيروحوا سمستر في الولايات المتحده الامريكيه عندنا حاليا مجموعه بيدرسوا طاقه متجدده في ولايه نبراسكا بيدرسوا هناك hey. سمستر oh. ده ال 65 بيبقوا الاكثر جاهزيه oh. من حيث اللغه ومن oh. حيث المجموع ومن حيث السلوكيات العامه ان هم منضبطين في حضور البرامج غير الاكاديميه يعني يعني شغل بجد شغل بجد <applause> يعني نظام نظام <applause> دراسة دراسة بس في الآخر بيتحول الشخص أو طالب بيختلف يعني لو حد بيتفرج علينا دلوقتي دكتور هيقولك هم الطلاب دول بياخدوا المنحة دي ويطلعوا يشتغلوا هو احنا لسه يعني ما عندناش بعد اللي قلتيه ده لازم يشتغل طبعا تمام احنا ما عندناش دفعه تخرجت لغايه دلوقتي ولكن في برامج اخرى آه طبعا لما بيكون في يعني هذا الزخم من التدخلات وبنجهز الشخص لسوق العمل بكل الاساليب دي م. يعني يمكن احنا كان عندنا تدريب صيفي في احد مصانع السجاد وانا كنت حاضره حفله التخرج بتاعتهم ورئيس مجلس اداره الشركه كانت حاضره اول سؤال دخلت قالت لهم مين جاهز يشتغل معانا على طول على طول ده. يعني ده, ده السؤال ودخلت قالت لهم. طبعا. فبيبقى يعني فرصه جيد... كويسه جدا ان هم ينفتحوا على سوق العمل بدري مم. وبيفعلا بيطالب منهم ان هم يجوا بعد عزيز. ما يتخرجوا. عظيم. احمد احمد معانا طالب من ذوي الهمم و... والحقيقه يعني انا دايما بأراهن حتى في الرياضه المهتم شويه بالرياضه وهم اكتر ناس بيسعدونا يعني حتى في الاولمبياد في البارالمبيه وما الى ذلك هم ما شاء الله متفوقين وحتى بالشكل العلمي يعني عندنا نماذج مشرفه جدا يعني وهناخد نموذج عظيم جدا دكتور طه حسين عميد الادب العربي يعني احمد كلمني عن المساعدات بقى اللي بتقدمها المنح خاصه لذوي الهمم لانه بيحتاج بيحتاجوا بيئه بيحتاج خاصه معينه بتتعامل معاك ازاي مين بيقرا لك مين وهكذا يعني اتفضل يا هو خليني اشير بس النقطة مهمه جدا الى نقطه الديسابيليتي او الاعاقه كانت من العوامل ذات الأهمية القصوى في إن أنا أختار المنحة دي وإن أنا مم. أسعى بكل ما عندي يعني إن أنا ألتحق بها إيه لما تقدموا وتوفروا لينا من إيه من أساليب المناسبة والرعاية الصحيحة فعلا مم. وكمان في البداية إن الجامعة الأمريكية بشكل خاص بتقدم طبعا مرافق عظيمه جدا بتخلينا بتجعلنا يعني بلا مبالغه ما فيش فرق بيننا وبين م. اي طالب تاني بيتقدم لنا الدعم اللي يساوينا باي حد من غيرنا وتخلي المنافسه بس بكل واحد ومجهوده م. طبعا بدايه من تراخيص البرامج قراءات الشاشه ومرورا بالاكوموديشن او المرفقات المناسبه في الامتحانات مراعاه الظروف عموما ظروف التنقل ظروف ال كل ده معمول حسابه معمول حسابه انا انا الحقيقه ليه سالتك السؤال ده لان انت صاحب الحاله نفسها مش عايز اسال دكتور امال لكن عايز اشوف انت كمان ازاي بيتعاملوا معاك في الجزئيه دي ده ده هيفرق قوي خاصه ان انا يعني فكره تحويلكم للمحنه الى منحه دي اساسي عندكم في الكونسيبت بتاع اخواتنا من زاويه الهمه اتفضل يعني هما حقيقي اداره بدايه من اداره المنحه والجامعه م. وحتى زمايلنا الطلبه اللي زينا في الجامعه يعني وزمايلنا في المنحه من الناس اللي جعلوا مفهوم الصعب او المستحيل بالنسبه لنا هو مفهوم بس في خيالنا مش م. مش موجود في الواقع صحيح. صحيح احنا بدايه من التعامل في الاوراق مثلا توقيع الاوراق بيبقى معمول حساب حاجات مثلا زي الامضاءات والحاجات دي م. في الكلاسز او في الـ في الدراسه م. المنتظمه بيبقى معمول حساب برده ان الانستراكتورز او الدكاتره بيكونوا عارفين الشخص ده ايه اللي بيناسبه بيكونوا بيتعاملوا معاه بشكل خاص كل واحد ليه ظرف معين كل واحد محتاج ايه بيبقوا فعلا يعني بيتمنوا ان هم يقدموا كل ما عندهم م. ويكونوا بسعاده شديده فتعاوننا مع الشخص اللي عايز يساعد بيوصلنا لمرحلة ان احنا آه كلنا بنسعى لاسعاد يعني الغير آه بنبذل كل ما عندنا ما بنعرفش مفهوم صعب او مستحيل آه ما كانش في ما بين ما كناش حاسين ان احنا عندنا اي اعاقه او اي شيء ممكن ياخرنا. مم. جميل آه ريهام آه لما نيجي نتكلم على كل يوم في تكنولوجيا حديثه ب... خاصة انه العالم كله النهارده م. بيدور على جزئتين الطاقه والغذاء ودي الازمات اللي موجوده على المستوى العالمي النهارده كلميني عن الجديد اللي اضاف لك من هذه المنحه هو طبعا انا قسم اصلا فود بروسيسنج تكنولوجي فداري اللي ريليتد قوي للغذاء يعني احنا دلوقتي العالم كله متجه نحو تطوير هذا المجال لان خلاص يعني ما فيش اكل خلاص ما فيش حياه, حياة بالضبط فطبعا الميجر اللي انا فيه كريدت وانجليش وكده ففي اهتمام كبير قوي قوي في في القسم بان هم يوجهونا التوجيه الصح للنقطه دي بالذات آه واحنا ماشيين على خطى البرنامج يعني كويس آه بدايه احنا لما بدانا المنحه جديد يعني فدخلنا كورس بري اكاديميك آه الكورس ده كان بيعلمنا اننا ازاي مثلا يبقى عندنا ثقه اكتر من نفسنا لما ندخل انترفيو يعني حاليا احنا يعني عامه ما فيش اي اكتيفيتي بيقدر يلتحق بيه الطالب غير لما لازم يتعمل له انترفيو الانترفيو ما بقاش في الشغل بس اه دلوقتي اي اكتيفيتي ال احنا الانترفيو ده يا دكتور للاتيتيود بتاع الطالب لكل للـ حاجه للـ مم يعني احنا بنشوف المعرفه بتاعته، بنشوف المهارات بتاعته، وبنشوف السلوك بتاعه، فبيبقى لكل حاجه. يعني انتوا كمان بتختبروا الـ الـ الثقافه العامه عند الطالب. ده. اه يعني احنا مراحل آه. الاختيار حضرتك الاول بيبقى فيه انا مش عايزه اقطع على رهان بس احنا في الاول بيبقى عندنا يعني نظام يقدم استماره وبعد كده بعد ما بيقدم استماره بيبقى فيه مقابله شخصيه للطالب علشان نشوف شخصيته زي ما حضرتك كنت بتقول وبعد كده بيبقى فيه زيارة منزليه للطالب في البيت بتاعه في المحافظه بتاعته فعلا. علشان نتاكد من ان مم. كل المعلومات الوارده صحيحه وكمان عشان نقابل الاهل ونشوف الاهل يعني عندهم استعداد لدعم أسلم. الطالب قد ايه فعلا. وبعد كده اخر مرحله بيبقى فيه كده زي ما بنسميه يعني كده معسكر الاختيار مم. بنجيب المجموعه المصفاه بقى اللي في الاخر دولة نشوف ما بيتعامل مع الغير ازاي قادر يشتغل في فريق ازاي يعني دي مهاره من مهارات سوق العمل ان الواحد صح. ما حدش بيشتغل صح. لوحده دايما الواحد بيشتغل وفيه وفيه في ظل في في كتير من طلابنا وابنائنا ما عندوش الحته دي لسه بالظبط فبالتالي فكره تنميه بس عنده استجابه أي أيوة جدا آه. ويمكن يعني ممكن يعني ريهام تتكلم احسن مني هي آه. حاليا بتحضر نموذج محاكاه آه. لكوب 27 في جامعه القاهره اه طبعا اه نموذج محاكاه مؤتمر الدول الاطراف اتفاقيه الامم المتحده الاطاريه بشأن تغير المناخ طبعا آه ده بيتعمل حاليا في جامعه القاهره آه هيكون فعالياته في شهر في في شهر نوفمبر. امم. آه هيكون في شرم الشيخ. امم. فده طبعا بنتدرب وبيجيبوا لنا سبيكرز نتكلم عن المناخ. م. وارد جدا تحضروا المؤتمر. ان شاء الله. آه إحنا بنجهز يعني. نفسنا آه للخطوه دي ان شاء الله م. يعني. شيء عظيم الحقيقه يعني زي ما بنقول دايما دورنا هو القاء الضوء على النماذج الجيده في حياتنا يعني وزي ما بنقول انه هذه المنح اللي ربنا بيكرمه كده ويخش هذه المنح بتغيره. 360 درجة زي ما احنا شايفين نماذج مشرفة الحقيقة. دكتورة أمال نورتيني الحقيقة وكان حضرتك. عندي أسئلة كتير جدا لحضرتك في هذا الأمر لكن هنتكلم على برامج كتير لأنه لا تتوقف بس المنح التعليمية على الموضوعات دي، لأ ده في موضوعات يمكن في كافة مجالات الحياة. شكرا جزيلا لوجودك فندم. تحياتي لحضرتك، شكرا لإرهام، شكراً, شكراً, شكرا لأحمد.